بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ مش عايزك ابدا تتخض من الرسومات اللي هي بالمنظر دي، لان دي رسومات شهيره جدا في علم الايه الاناتومي. طبعا عشان بس نبقى احنا فاهمين القصه ايه، زي ما قلنا انا قمت جايب السكينه بتاعتي وقمت جاي قاطع الايه الجزء ده، واخد بالك؟ والجزء ده اللي فوق ده قمت جاي رامي بره خالص، وقمت جايب الكاميرا بتاعتي وباصص بالشكل ده على الايه الليفت كده. فخلاص كده، فبقيت ببص على الليفت كيدني من فوق، بالتالي كده اول استراكشر موجود عندنا هو الايه الليفت، ايه الليفت كيدني. انا مش هاخد استراكشرز كتير، تمام كده، انما انا هاخد بس شويه حاجات كده، طبعا شويه لايرز او شويه طبقات بتبقى موجوده حوالين الايه الكيدني، بنسميها الكفرنج بتاع الكيدني او الاغطيه المحيطه بالايه بالكيدني. يبقى انا جايب الرسمه دي مخصوص عشان اتفرج على الاغطيه المحيطه بالايه بالكليه. في عندنا اول غطاء موجوده عندنا حاجه اسمها الكبسول، وده يعتبر اول حاجه بتبقى مغطيه الايه الكليه. بعد كده في عندنا شويه فات، واخد بالك، حاجه اسمها البيري نيف، وشويه كده فات لونه اصفر بنسميها البيري نيفريك فات، وكلمه بيري يعني محيط، بيري نيفريك فات يعني الايه الفات المحيط بالكليه، واخد بالك، الفات المحيط بالايه بالكليه. وبعد شويه بتظهر عندنا ايه نوع من الفاشيا اللي هو الخط اللي لونه اخضر ده، واخد بالك، بص كده عشان تبقى انت بس ايه فاهم الدنيا. لسه هجيب دلوقتي رسمه احلى الكلام ده كله، بس انا بس بديك فكره على الرسمه ديت، وبعدين ايه هنشوف الرسمه الثانيه. خلاص كده، في عندك هنا شايف انت كل الايه الاخضر ده، خط الاخضر ده بنسميه الايه الرينال، ايه الرينال الفاشيا. طيب اللي ممكن برضو يكون مثير للاهتمام على هذه الصوره، اللي ممكن تكون يعني تبان هي صعبه شويه، نجيب صوره ابسط يعني ان شاء الله. طبعا عندنا هنا كمان الايه الفيرتيبل او الفقره، يبقى اذا دلوقتي انت جاي باصص لك على الايه الليفت كيدني من فوق، يبقى ده منظر الليفت كيدني من فوق اهو. خلاص كده منظر الليفت كيدني من فوق. بصيت كمان على الفرتبرا او الفقرات، ادي الايه الفرتبرا السي دي، واخد بالك؟ طيب ادي اللي هو الايه الفرتبرا كلها، وهنا نجد طبعا مجموعه من العضلات، يعني هتجد هنا مجموعه من العضلات ان شاء الله لسه هناخدها قدام. طبعا هذه العضلات واخد بالك هي تعتبر الايه، بص عشان بس تبقى انت فاهم، ده الفرتبرا كلها من العمود الفقري اهو رقم واحد، خلاص كده تمام كده. وهنا كل ده، كل شايف انت الجدار ده كله، ده اللي احنا كنا بنسميه زمان حاجه اسمها البوستيريور ابدومينال وول، او اللي هو الجدار اللي بيشكل الابدومين. خد بالك برضه عشان تبقى انت متخيل، كل ده بنسميه الابدومينال كافيتي او التجويف بتاع الابدومين، خلاص كده، عامل زي الايه الحوش، واخد بالك؟ وهنا الصوره اهو تمام كده. فده الحوش، ده الابدومينال كافيتي او التجويف بتاع الابدومين اللي بيحتوي على الاعضاء اللي منها الايه، اللي منها طبعا الايه الليفت كيدني العروسه بتاعتنا، خلاص كده. طيب هذا الحوش طبعا بيحوطه سور اللي هو بنسميه احنا الابدومينال وول، خلاص كده، ادي الابدومينال وول، كل العضلات دي شايف انت العضلات، وهنا هتجد في ضلوع اهي، واخد بالك؟ فكل ده ايه، ده بنسميه الايه الابدومينال، ايه الابدومينال وول. طبعا انت هتقولي ده البوستيرو ولا انتيرو؟ لا طبعا ده البوستيرو بشكل ايه قطعي، مش عارف الرسمه مكمله ولا لا، مش مكمله. طيب بعد كده طبعا هتطلع قدام هتديني الانتيريور ابدومينال وول او الجدار الامامي للابدومين. المهم ان ده يعتبر الايه البوستيرور ابدومينال وول، ودي الحته لو انت برضو يعني شايف انت السحبه دي، واخد بالك، السحبه دي شايف انت السحبه دي كده، حته تحس ان هي ايه داخله لجوه يعني كده سحبه كده، ايوه دي اللي احنا بنسميها البارا فيرتيبرا جاتر، او الحته اللي هي الموازيه للفيرتيبرا كلها، تعتبر حته كده منخفضه لك بتخش الكيدني او الكليه بتخش تريح فيها، خلاص كده. طيب يبقى احنا عندنا كده، اذا ارجو ان انت تكون فهمت الجزئيه دي. يبقى انا عندي دلوقتي هنا ادي الفرتبرا او الفقره، واخد بالك، يعني تعتبر بتمثل الفرتبرا كلها من العمود الفقري، وهنا على الجوانب هنجد الماسلز او العضلات اللي بتشكل البوستيريور ابدومينال وول او الجدار الخلفي. طبعا انا هنا لو انا جيت من هنا ده يعتبر الايه البوستيريور، خلاص كده، كده ايه البوستيريور او ورا، وهنا الفرتبرا او الفقرات، فبالتالي ده بنسميه البوستيريور ابدومينال وول او الجدار بتاع الابدومين اللي الخلفي اللي هو عباره عن عضلات، وطبعا بتبقى ماسكه فيه الفرتبرا كولم. عندك كمان هنا هنجد الحته اللي هي نازله دي، زي ما قلنا دي حته كده منخفضه اهي، واخد بالك، الحته ديت دي الحته اللي هي بنسميها احنا الايه البارا فيرتبرا، الايه البارا فيرتبرا الجتر، او الحته المنخفضه الموجوده على جوانب الفرتبرا. هنجد برضو مثير للاهتمام هنا، هنجد الايه برضو الايه الحته دي اللي هي دي اسمها الايه الرينال ارتري والرينال فين، واخد بالك، ده طبعا منظرهم من فوق، واخد بالك منظره من ايه؟ من فوق، لما باجي ابص على الايه او اجيب الكاميرا بتاعتي لك من فوق كده واتفرج على الرينال ارتري والرينال فين، في خرطومين برضو كبار اللي هم دول الاورطه والانفيرو فينا كافا، اللي هم ده الخرطوم ده اهو الاورطه، واخد بالك، الاحمر ده اهو الخرطوم الكبير ده، والانفيرو فينا كافا اللي هو الخرطوم الازرق، ادي الاورطه وادي الانفيرو فينا كافا. نشيل برضو كده الاسهم اهو، نطلع نبص، ادي الاورطه وادي الانفيرو ايه فينا كافا، اللي هم مرتبطين بالرينال ارتري والرينال فين، اللي هم مرتبطين اصلا بالليفت كيدني او الليفت ايه او الكليه دي الشمال. وطبعا الليفت كيدني بتبقى على علاقه زي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق، بتبقى على علاقه بالليب الطحال، قصه كده مالناش دعوه بيها دلوقتي. المهم ارجو ان انت تكون فهمت مساله الفرتبرا كولا من العمود الفقري، مساله البوستيرو ابدومينال وول، مساله الجتر لك الحته المنخفضه اللي الكيدني بتخش تريح فيها، وهنشوف صوره ثانيه للكلام ده في الفيديو اللي جاي.